بسم الله الرحمن الرحيم. عين قبل أيام سفير الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير منصور عياد العتيبي نائبا لوزير الخارجية الكويتي، ومثل هذا الرجل يستحق مثل هذا المكان. فسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وأنا لا أقولها بحكم علاقته الشخصية معه، وإنما أقولها إنصافا لهذا الرجل، كما نقل غير واحد عما صنعه للكويت وللأمة العربية والإسلامية، بدءا بمواقفه الوطنية والعربية والإسلامية الصادقة في التعبير عن موقفه كعربي مؤمن بكثير من القضايا العربية والإسلامية، والتي من أهمها قضية فلسطين كان يدافع عنها بقوة ودفاع مستميت، مبينا بحق الشعب الفلسطيني بالحصول على حقه كاملا في وطنه المسلوب. ولذلك منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نجمة القدس. وهناك العديد من المواقف الوطنية الخاصة بقضايا الكويت كان يدافع عنها دفاعا وطنيا مستميتا، ولذلك نال ثقة القيادة السياسية في الكويت بمنحه هذا المنصب زمنا طويلا، وهو أهل له. كما أن له العديد من المساهمات الإسلامية والدعوية، فهو رئيس أمناء المركز الإسلامي في نيويورك، فكان يستضيف العديد من القراء والعلماء والدعاة، وكان شعلة من نشاط هو وأسرته الكريمة. وسعادة السفير منصور عياد العتيبي بصقر معروف بدماثة خلقه وأدبه وتواضعه، ولولا العلاقة الخاصة التي تربطني به لذكرت شيئا كثيرا من مواقفه التي تنم أولا عن جده واجتهاده وحسن إدارته لكثير من المهام التي تولاها، بالإضافة إلى حسن خلقه وروعة ذلك. كل الثناء والشكر لك يا أبو صقر، وعسى الله يوفقك ويسر أمرك ومنها للأعلى، ولن تصل إلى مثل هذا المكان إلا بما كنت عليه من أخلاق حسنة لا أقولها أنا عنك، وإنما يقولها كل من عرفك، فأنت محل ذكر وثناء ومحل تنومس عند كل من يعرفك يا أبو صقر. بالتوفيق وعسى الله ييسر أمرك.